السلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم كيصادف الاول من شهر رمضان، كنتمنى لكم العواشر مباركه، رمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. كيف ما كنت كنقول لكم ديما في التعليقات ملي كتسولوني ديري لينا التحضيرات المسبقه ديال رمضان، انا ما كنديرش تحضيرات مسبقه. كيف ما شفتوا حتى النهار الاول رمضان عاد خرجت تقديت، كل نهار رزقو، كل نهار شنو نكتب نطيب، وكل نهار شنو كترشق ليا وشنو كيتشهى شهى الوليدات ديالي وانا يعني ما كنرتبطش بواحد الحاجه اللي ضروري انني خصني نديرها. كل نهار الرزيق ديالو. غادي نشارك معكم الحويجات اللي خديت من ليدل ومن اميدي ولا اليدي. اول حاجه خديت هاد لي شامبينيون، هادو كناخذ هادو ديال المجمد وكناخذ حتى الاخرين اللي كيكونوا مرقدين في الزيت. هادو زوينين حتى هما، فيهم 450 غرام تقريبا بواحد الاورو 29. زوينين هادو، ينفعوكم دابا في رمضان ديرهم في البسطيلات صغيورين، في البريوات، في البيتزا. غنوريكم هادشي اللي كيدخل في الثلاجه. المجمد هو الاول، عاد ندوز نشارك معكم الحويجات الاخرين. خديت هنايا اللوبيا، حتى هي ديما كناخذ هادي ديال المجمد، فيها كيلو من ليدل. خديت الجلبانه بحال هكا، كتبغيو ديرو طويجين ولا تبغيو ديرو بزاف د الحويجات هكا مريقه جلبانه. خديت هاد الكامباريتي، هادو من امي دي، فيهم 400 غرام. هادو زوينين دابا لرمضان، راهم نيت من ابتداء من اليوم من 17، دايرين ليهم اوفرتا غير 3 اورو. بحال هكا البريوات، البيتزا، السيجار، تقدروا ديروا بهم بسيطلات صغيورين، تقدروا تعمروا بهم بزاف د الحويجات. كما قلت لكم ابتداء من اليوم 17 دايرين ليهم 3 اورو. هذه ديما كناخذها حتى هي سوتي دي ماري، هذه زوينه كتصايبوها. هذا لاصوص واجد بالفرويد مير، بالفواكه البحر، كديروه مع الباستا كيجي زويون كطبق بحال هكا في الافطار، كيجي لذيذ وزوين. هادي تقريبا كدير 4 اورو، فيها 500 غرام كيف ما كتشوفوا معايا. هادي كناخذها من اليدي او اميدي، سوتي دي ماري، زوينه هادي، راه فيها لاصوص، فيها كلشي، ولكن مع ذلك كنزيد فيها انا شويه ديال لاصوص المطيشه. خديت هاد السوريمي، هادو كنبغي نديرهم في البيتزا ولا في بحال هكا البسطيلات صغيورين. هادو السوريمي، هادو دايرين تقريبا اورو. خديت هنايا الموتزاريلا، كانوا حتى هي دايرين ليها اوفيرتا ب 89 سنتيم الوحده. خديتها كنبغي نديرها في السلطه بحال هكا، دابا في رمضان كنبغي ندير شلاضه بحال هكا بالموتزاريلا والخس ومطيشه، كتجي زوينه مع الافطار. البيض بطبيعه الحال ضروري في رمضان بحال هكا مسلوق ولا اومليت. البنات اللي حداهم امي ديرا، كاين هذا اوفيرتا فيه 18 بيضه بجوج الاورو. خديت العدس، خديت الحمص، ما كنديرش الحريره بزاف ولكن ضروري يكونوا في الدار. مره مره بحال هكا ترشق ليا نبغي ندير شويه ديال الحريره، ما كنديرهاش في رمضان بزاف. هنايا هاد لي كراميل اللي من ليدل، سافياردي باش ندير بحال هكا تيراميسو، وغنشاركو معكم ان شاء الله في القناه. خديته من ليدل كيدير واحد الاورو. خديت هنايا الاعشاب المنسمه، خديت لوريغانو، لوريغانو، عندي هنايا التحميره، عندي البزار ديما كنشاركهم معكم، توم بودره، الكركم، الخرقوم، هذا كناخذو من اميدي ما كيكونش في ليدل، حتى هو تقريبا بشي 70 سنتيم. خديت هاد الصلصه الحاره منزلين هذا في ليدل حيت كاين الاسبوع ديال الاكل الصيني، زوينه هادي دايرين لها 65 سنتيم، زوينه بحال هكا فوق البيتزا. هادي راه حاره زوينه، ديما كيحطوها تقريبا في هاد الوقيته ديال رمضان. خديت صلصه الصوجا، صويا، دايرين ليها اورو في ليدل، بزاف البنات سولوني عليها، وراه قريت المكونات ديالها، ما فيهاش الفينو، ما فيهاش الكول، حلال هادي زوينه. هنايا العصير د الحامض، خديت الزيتون الكحل هكا اللي محيد منه العظم، كنبغي نديرو البيتزا حيت كنجيبو من عند الجزار المغربي، ولكن مني ما كيبقاش ليا كنديباني بهذا ديال ليدل.
خديت هنا الريكوتا كنبغي ندير بها طورطات مالحين، وخديت الماسكربون بغي ندير به بحال هكا التيراميسو ولا التحليات. هنايا لا كونفيتور كنبغي ندير به تحليات حتى في رمضان، خديت هذا ديال الفريز. هنا كاينه القهوه سريعه الذوبان خديتها من ليدل. بانا دا مونتاري هذه جات زوكيراتا الحلوه كناخذها من اميدي كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا بواحد الاورو باش كناخذها. البانا دا مونتاري خديت منها جوج، خديت السكر، خديت هادو لقيتهم دايرين لهم اوفيرتا باورو 35. شنو كنقول لهم الكاوكاو المالح فيها 500 غرام من ليدل. خديت هنايا الخميره ديال الخبز، بزاف البنات سولوني عليها هذا هو الشكل ديالها، كدير تقريبا واحد 60 سنتيم. هذه هي الخميره ديال الخبز، وهذه هي الفانيلا السكر فانيلا حتى هي تقريبا بواحد 40 سنتيم. وخديت هذه الخميره ديال الحلوه، ديما كنحضر بها معكم الحلويات في القناه. البنات اللي سولوني على اللوز ايفيلي بهذا الشكل هذا كناخذو من ليدل، فيها 100 غرام بواحد الاورو. هذا الشكل ديالها اللوز، رقائق اللوز، بزاف البنات كيسولوني عليهم في القناه. كما قلت لكم البيض ضروري منه في رمضان بحال هكا مسلوق ولا اومليت. خديت هنايا لي تالياتيلي، ما كنديرش، كيعجبني ندير لي بات في رمضان ولكن كنديرهم مع الافطار، ما كان ماشي حتى السحور ولا هذا، حيت حنا هنايا كيكون المغرب معطل كنديروا وجبه واحده اللي هي وجبه الافطار، فيها افطار وعشاء والسحور الانسان كياخذ غير شي حاجه خفيفه. هنايا لي بات كنديرهم انا مع الافطار، كنديرهم بحال هكا بفواكه البحر ولا بحال هكا بالخضره، ولا كندخلهم للفران بلا صوص بشاميل والكفته، كيجيو زوينين مع الوقيته ديال الافطار. خديت هنايا الماء ديال الماعن ضروري منه باش نغسلوا الماعن ملي ناكلو. هنا كان بزاف البنات كيسولوني على هذا هو اللي كنضف به انا الكوزينه والبوطه، هاد سكراسانتي ديال مارسيليا زويونه البنات، هذا كناخذو ديما من ليدل. هو هادي بالريحه ديال الليمون، هذه حتى هي كنمسح بها البوطه، كنمسح بها اللافابور الروبينيات كلشي، حتى هي زوينه تقريبا كدير ما وصلش اورو. شنو خديت اخر؟ خديت هادو حتى هما داخلين مع التقديه، هاد لي بيانتي هادو زوينين، هاد النخيله هادي لقيتهم منزلينهم في ليدل دايرين ليهم اورو 79، خديت جوج، خديت هادي على شكل نخيله كيف ما كتشوفوا، وخديت وحده اخرى انا نوريها لكم، نحيد لها البلاستيكه الشكل ديالها. غادي نديرهم في المحبق زوينين، هادو راه كيبقاو في الدار الداخل ما كيخرجوش على برا كيف ما كتشوفوا معايا، الا مشيتوا هذا الاسبوع راه غادي تلقاوهم، حتى من بعد غادي نحولهم في المحبق. خديت هنايا اليوغورت من، انا كنصايب الرايب في الدار، كندير العصير ديال الدار، كنصايب بزاف د الحوايج غير بحال هكا بعض المرات اللي ما كيكونش عندك الوقت ولا هذا. خديت هذا دايرين ليه اوفيرتا هاد الاسبوع، دايرين ليه 17 سنتيم بجميع النكهات ديالو. هنايا ديال الخوخ، ديال الكوكو هو اللي كيعجبني انا بزاف. خديت ديال الفريز، ديال القهوه، وديال البنان، كنصايب بهم حتى لي طاخت بحال هكا ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في رمضان. ما وريتكمش بطبيعه الحال البصله والبطاطا والحليب، هادوك ديما ضروريين اساسيات ديال البيت، حتى خديت حتى شويه الخضره ولكن ما بغيتش ما نوريهاش لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. كيف ما كتشوفوا هنايا منزله خيزو، خديت هنايا المطيشه، البنان غادي تشوفوا معايا هو باقي في الميكات، غير شويه شويه لان الخضره كناخذها من الاسبوع للاسبوع باش ما كتخسرش ليا. هنايا شلاضه، هنا فلفله خضراء، عندي باقي عندي فلفله صفراء، باقي عندي التقديه من
من الشهر اللي فات باقي عندي بزاف الحوايج في الدار، كناخد غير الحوايج اللي ضروريين واللي خاصين. هنايا البنات اللي سولوني على السيمولينا، السميده كناخدها من ام دي كيف ما كتشوفوا معايا، كدير تقريبا واحد 65 سنتيم. هذه هي باش كندير انا الحرشه وباش كندير البغرير. سبق لي وشاركت معكم الحرشه في القناه، غادي نشارك معكم البغرير ان شاء الله في هذا رمضان. خديت العصير كما قلت لكم، انا كنحضر كل شيء في الدار، غير هو هادو لقيتهم اوفيرتا. هذا دايرين ليه 75 سنتيم، الاناناس ديال الارانشا روسا ديال الليمون الاحمر وديال الليمون العادي وملتي فيتامين حسن اللي مخلط. ها هما هي كيف ما كتشوفوا معايا، اطرونس دايرين ليهم 75 سنتيم. غير هكا ملي ما كتقدريش تصايبي شي حاجه ولا ملي كتعكزي كتقولي نديباني بهادشي اللي واجد ومصايب. هادو هما الحويجات اللي خديت هاد الاول ديال رمضان. نتمنى لكم عواشر مباركه. بزاف الحوايج ما وريتهمش لكم حيت عندي في الدار، ولا شي حوايج ما كنتقداهمش كنغمض عليهم عيني حتى انا. وكومونكو هادو الحويجات اللي انا محتاجه هاد الاسبوع خرجت خديتهم. كيف ما كتشوفوا هنايا خديت البطيخ ديري ليه اورو 19 الكيلو، خديت وحده باش ندوقها لان باقي الله خرج كما عارفين. وخديت الكيوي حتى هوايا نوريه لكم، خديت الكيوي. الكيوي باقي غالي هاد الموسم هذا ديال الشتاء، داز فيه الكيوي دائما غالي في الثمن. غير هكا باش ندير حتى انايا تحليات هكا سريعه وان شاء الله غادي نشاركهم معكم في القناه. هادو هما الحويجات اللي خديت هاد الاول ديال رمضان. ان شاء الله كنت شاركت معكم التقضيه ديال قبل رمضان فاش خديت داكشي ديال سلو وداكشي اللي الورقات البسطيله والورقات الفيلو، كنت شاركتهم معكم. غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف لتحت باش اللي مازال ما شافتوش وبغى تعرف على بعض المواد الاخرى غادي تلقاها في هذاك الفيديو اللي كنت شاركت معكم قبل رمضان. هذه هي التقضيه اللي تقديت وبغيت نشاركها معكم. بزاف البنات كيطلبوها ليا في القناه. كنشكركم بزاف على تشجيعكم. ما تنسونيش البنات من لي لايك، الاشتراك في القناه بالنسبه للناس جداد، وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. كنشكركم وكنقول لكم عواشركم مبروكه. خليت لكم لهنا وراحت البال حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.